السلام عليكم. لا تأتي المصائب فرادى، هذا بالنسبة لليمن واليمنيين الذين استيقظوا قبل أيام على خبر سقوط عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية بيد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي ينادي بانفصال الجنوب عن اليمن، وهو تطور قد يدفع بالبلاد نحو المجهول. وبينما وقفت الإمارات بقوة وراء سيطرة قوات الحزام الأمني التي تحظى بدعم أبوظبي وتدين بالولاء للمجلس الانتقالي، يتساءل يمنيون عن أهداف الإمارات من إحداث خرق في الجبهة اليمنية الداخلية وإضعاف الحكومة الشرعية التي ما دخلت الإمارات إلى اليمن إلا بطلب من هذه الحكومة ولنصرتها. حصل هذا أمام السعودية التي راقبت هذا التطور الكبير بعين باردة. فما مصلحة التحالف فيما حصل، وما مدى تأثير أحداث عدن على تماسكه؟ هل خطى اليمن أولى خطواته نحو الانشطار، أم هي معادلة جديدة فرضتها الإمارات لتثقيل موازين الانفصاليين لغاية في نفس أبوظبي؟ ما بعد عدن؟ موضوع هذه الحلقة من حديث العرب، أهلا بكم. على وقع المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة عدن بين قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، تدور معارك أخرى رفضا وتأييدا بين داعمي الطرفين. المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن قبل أيام السيطرة على قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن، ووزارة الخارجية اليمنية وصفت الأحداث التي شهدتها المدينة بالانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية. أما الرئاسة اليمنية فقد أصدرت بيانا رسميا حملت فيه المجلس الانتقالي وميليشياته ما يحدث في محافظة عدن. وفي ذات السياق رفضت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام الجنوبي الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على الحكومة الشرعية بحسب اللجنة. سياسيون ومراقبون يمنيون تحدثوا عن إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك المقرب من الإمارات العربية المتحدة بأنها توعدت بطرد الحكومة الشرعية والسيطرة على القصر الرئاسي، في إشارة إلى أن الإمارات هي من تقف خلف تلك الترتيبات بشكل غير مباشر. من جانبه دعا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إلى وقف إطلاق نار فوري في عدن، مؤكدا أنه سيستخدم القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك. كما دعت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها جميع الأطراف المتحاربة في عدن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة خلافاتهم. أما الأمم المتحدة فقد عبرت عن بالغ قلقها مما آلت إليه الأوضاع في مدينة عدن من مواجهات دموية، وطالبت أطراف النزاع إلى الركون إلى الحوار والحرص على استقرار الأمن في عدن. أرحب بضيف الحلقة الأستاذ صالح الجبري، رئيس مركز يني يمن الإعلامي. أهلا وسهلا بكم أستاذ صالح. بداية، بأي عين ينظر اليمنيون إلى ما حصل في عدن؟ كيف يفسرونه؟ ما تفسيره عند اليمنيين اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بخير، ولكم المشاهد الكرام. ما حدث في عدن هو انقلاب عسكري كامل الأركان من قبل المجلس الانقلابي الانتقالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة. وما يعجب له المرء أن تدعى الإمارات لتكون ضمن التحالف العربي، ثم بالأخير تتآمر مع المجلس الانقلابي في عدن وتنقلب على شرعية الرئيس هادي. هذه عاصمة مؤقتة، هذا انقلاب. وجهه الآخر هو انقلاب الحوثي المدعوم من إيران على الشرعية في صنعاء، وهنا انقلب على الشرعية في عدن نفس الخطوات وبنفس الفزاعات. هذا كانت فزاعته الجرعة ومحاربة داعش وما إلى ذلك، وهذا فزاعته نفس الكلام الخدمات والإصلاح وداعش وما إلى ذلك. وبالتالي اليمنيون رأوا أن هذا انقلاب عسكري مدعوم إماراتيا، وكان المخطط هو إسقاط مأرب ثم عدن، لكنهم فشلوا في مأرب ووجدوا هناك تلاحم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمحافظ الممثل الشرعية في مدينة مأرب، وفشل الحوثي خاصة بعد أن سحبت الإمارات وأخذت معها الباتريود الذي كان يعني يسقط الصواريخ البالستية القادمة من ميليشيات الحوثي في صنعاء وما حولها، وضربوا بعد ذلك بيت المحافظ في مأرب وحاولوا إسقاط مدينة مأرب ولكنهم فشلوا.
انتقلت الخطوة الثانية إلى مدينة عدن وانقلبوا على شرعية الرئيس هادي ودخلوا إلى قصر المعاشيق تحت مبررات أو يعني فزاعة غريبة عجيبة لا ندري من أين جاءوا بها، ووجدت استنكار شعبي حتى من داخل مدينة عدن أن أبناء مدينة عدن قاوموا مع الجيش الوطني وحماية الرئاسية، وكادت عدن أن يعني أن تصبح بيد الحرس الرئاسي والجيش الوطني، وبقي منها حوالي 10% يعني لمدة 3 أيام، والانتقال يهرب من مديرية إلى مديرية، أي من منطقة في مدينة عدن إلى منطقة أخرى. كانت أمور تسيب هذا الشك، ويعني حتى يعني إمارات استغربت، ولكنها بعد ذلك حاولت أن أنزلت كما قال وزير الداخلية اليمني الميسري أنه أنزلت 400 عربة مدرعة. والجيش اليمني حتى القوات الرئاسية عندها مدافع وعندها دبابات في بعض المعسكرات، لكن بدون رصاص للأسف الشديد، قاتلوا بأسلحتهم العادية، ومع هذا انتصروا، ومع هذا انتصروا لأنه المجلس الانتقالي معه مجموعة من الأحزمة الأمنية المدعومة إماراتيا ماليا وعتادا وما إلى ذلك. ولكن للأسف جاءت في اللحظات الأخيرة أوامر بتسليم معسكرات الحماية الرئاسية والمعسكرات التابعة للجيش اليمني للمجلس الانتقالي. أوامر من من؟ وهنا السؤال، نحن لا نعرف هل جاءت أوامر من المملكة العربية السعودية التي ظلت صامتة 3 أيام. عفوا، إذا ليس معروفا من هو الأمر فكيف عرف أن هناك أوامر؟ الميسري، أنا أتكلم الآن كباحث وأيضا تسجيلات وزير الداخلية الذي قال في تسجيل له يعني ظللنا يعني لمدة 3 أيام حتى الفجر ثم جاءت أوامر ودخلت القوات السعودية وخرجت من قصر المعاشيق ومعها وزير الداخلية وزير النقل وبعض القيادات. يعني معذرة، يعني ثمة قد يبدو هناك نوع من التناقض في رواية الوزير الداخلية أحمد الميسري عندما قال في مرحلة من حديثه، قال فجأة يعني سقطت المدينة، لكنه في مكان آخر في نقطة أخرى يقول قاتلنا بأسلحتنا البدائية ودخلت علينا 400 مدرعة أو عربة إماراتية مسلحة بأحدث الأسلحة. يعني هذا الكلام يفيد بأن الذي لعب فارقا في هذا الأمر هو السلاح وليس الأوامر التي تتحدث جنابك عنها. لا يوجد تناقض، النصر في البداية والتقدم كان للجيش اليمني، ما حد كان يتوقع أن تأتي أوامر أو تدخل من قبل الإمارات. يعني الإمارات هي جاءت لدعم الشرعية ليس كذلك؟ فهل يعقل أن الإمارات يعني تدعم مجلس انتقالي؟ وإن كنا نحن كيمنيين من 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 سنتين أو 3 سنوات نعرف الإمارات يعني أغلقت الموانئ اليمنية، سيطرت على الجزر اليمنية، شكلت المجلس الانتقالي الانقلابي، شكلت أحزمة أمنية، ميليشيات خارجة عن نطاق الشرعية. الرئيس هذه يعرف، الحكومة تعرف، لكن للأسف قرار الشرعية لم يكن بيدها، كان بيد التحالف العربي، بيد السعودية والإمارات، لأن هؤلاء أشقاء أخوة، وبالتالي يقول له هم انتصروا. لكن عندما تدخل الإمارات الآن هم كانوا يعتمدون على أن المجلس الانتقالي سينتصر بالأسلحة الموجودة، كان عندهم أسلحة نوعية، ومع هذا ما استطاعوا ينتصروا عليهم. لكن زادت الدعم بنزول 400 مدرعة، ثم بدأت تأتي يعني الدعم من بعض المحافظات الجنوبية كمحافظة أبين، هنا يعني استمروا لأنهم يدافعون عن الشرعية، يدافعون عن عاصمة. لكن جاءت الأوامر بتسليم المعسكرات للمجلس الانتقالي. طيب يعني أستاذ صالح، لماذا كل هذا الإصرار أو الحماس الإماراتي للسيطرة على عدن؟ ما دوافع الإمارات في ذلك؟ ليس عدن، هي الإمارات تريد أن تسيطر على المحافظات الجنوبية. سيطرت قبل ذلك على جزيرة سقطرى. لماذا؟ سيطرت لأن أولا ميناء عدن يعتبر هو الميناء الأول عالميا في الستينيات، كان من أفضل الموانئ في العالم كما خلقه الله طبيعي، وهو لو تم تحسينه، وتم طبعا في عهد النظام السابق علي عبد الله صالح عمل اتفاقية مع دبي من أجل أن تشغل ميناء عدن. مش تشغيله، هو أن يبقى ميناء عدن دون حركة ويكون ميناء عادي، لأنه ميناء منافس لميناء دبي، وبالتالي في أطماع للإمارات تريد أن تتوسع على حساب دماء اليمنيين.
طبيعة هذا التوسع ما طبيعة التوسع هذا؟ أنه أوقفت كل الموانئ اليمنية من ميناء عدن إلى ميناء بلحاف، تصدير النفط والمشتقات النفطية لا تصدر، احتلالها لجزيرة سقطرة، جزيرة زقر، ثم بعد سلمتها للجيش الوطني، كل الموانئ أسست ميليشيات انتقالية. الطبيعة تريد أن تحتل هذه المناطق الجنوبية لأن ثروات وبترول وموانئ طبيعية، وإن كان لم يكن احتلال بوجودها، هي كان لها قاعدة عسكرية في مأرب، قاعدة عسكرية في 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 عدن، ولكن بعد ذلك عندما وجدت غضبا من قبل الشعب اليمني وقيادات وبعض تصريحات الوزراء ومسؤولين محسومين على الشرعية، حصل تذمر، ثم قررت بعد ذلك الإمارات أن تنسحب من اليمن واتجهت إلى إيران. أستاذ صالح، عطفا على ما تفضلت به، هل قد يسأل سائل مشاهد لهذه الحلقة، يعني أين المنطق في أن تأتي أبو ظبي وتتكلف كل هذه الأموال وهي الدولة الثرية وعندها ميناء دبي أحد أكبر موانئ المنطقة وعندها ثروات هائلة وفائض كبير من العملة الصعبة، أتت إلى اليمن حتى تطمع في هذه في هذا البلد الفقير وتحتله وتخسر سياسيا وتنفق ماليا؟ يعني ألا يبدو هنا في نوع من الضعف في هذه الرواية؟ من يدعم حفتر في ليبيا؟ العلم أنتم تتكلمون، كل علم يتكلم أنها الإمارات، ماذا تستفيد الإمارات من ليبيا؟ من دعم السيسي في مصر؟ هناك عندها مشروع سياسي. ومن دعم السيسي في مصر على انقلاب على شرعية الرئيس المرسي رحمه الله؟ ماذا تريد الإمارات في العراق؟ ماذا تريد الإمارات في سوريا؟ ماذا تريد الإمارات في الصومال، في جيبوتي؟ ماذا تريد الإمارات من تركيا؟ ماذا تريد الإمارات من هذه الدول؟ يعني ليس فقط المصلحة أنها عندها، وعندها هي عندها أوهام، يعني كأن هناك الغرب زرعها في الوطن العربي لتكون هي عبارة عن أداة بيد الغرب للتوسع، أداة بيد إسرائيل. ما علاقة الإمارات في كردستان العراق؟ أن تدعمها وتدعم الانفصال في كردستان العراق؟ يعني الإمارات ما في دولة عربية خاصة ثورات الربيع العربي إلا وقادت ثورات المضادة ضد الثورات العربية، هذا واضح، ما أحتاج منا إلى أدلة. لكن معذرة، يعني مثلا هي في ليبيا، في سوريا، مثلا في العراق، في مصر، لديها رؤية تنبع من مصالحها كما ترى هي بأنها لا تريد أن يتحكم الإسلام السياسي فيها تلك المناطق، لكن في اليمن الإسلام السياسي ليس مطروحا على الطاولة، يعني الحكومة اليمنية ليست إسلاما سياسيا، وهي في النهاية جاءت نتيجة توافق خليجي من ضمنها الإمارات والسعودي، فأين تكمن مصلحة الإمارات في هذه في إضعاف الشرعية اليمنية التي جاءت بتوافق خليجي؟ الإضعاف الشرعية اليمنية نفسها لها أيضا أهداف سياسية، هي تقول وتصرح علانية بل على إحدى قنواتها أن حزب الإصلاح هو العدو الأول لإحدى قنواتها، هي الآن تستهدف كجانب سياسي أن الإصلاح هو البعبع والشماعة التي تسوق الأفكار وموجود في الجنوب، هو بالأخير حزب يمني مدني في كل المحافظات الجنوبية، في الشمال استخدم من قبل ميليشيات الحوثي، وفي عدن استخدم من قبل المجلس الانتقالي، إذن فهي شماعة الإمارات في كل دولة يعني تشارك أو تدخل فيها أو تتدخل فيها بمعنى أصح. طبعا لابد من الحديث عن خيارات الشرعية، ولكن ينبغي أن أذهب إلى فاصل، بعد الفاصل هذا فاصل ثم نتابع الحديث. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا وسهلا بكم، ما زلنا سويا في الحديث عن دوافع ونتائج سيطرة الانفصاليين على عدن. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ صالح.
بعيدة سقوط عدن بيد الانفصاليين بساعات زار ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد السعودية والتقى الملك سلمان وخرج ببيان ثنائي دعا فيه إلى ضرورة الحوار بين الانفصاليين مجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية. هل لديك تصور عن طبيعة هذا الحوار المدعو إليه؟ وهذه من ضمن المهزلة والمسرحية التي سماها البعض بأنها بالأخير مسرحية، أن تقتل دماء وأبناء الجنوب، رغم أن المجلس الانتقالي كان يقول دم الجنوبي على الجنوبي حرام، لكن بالأخير قتل من الجنوبيين وقتل أيضا منهم، وما كنا نتمنى أن يقتل أي مواطن يمني. بالأخير كلها من أجل ماذا؟ ليس من أجل الانفصال، أنا على يقين أنهم يعرفون أن الانفصال له توابع. هم يريدون أن يشرعوا لأنفسهم المجلس الانقلابي في عدن موافقة من قبل الشرعية حتى يوطدوا أنفسهم ويتوسعوا ويكون هم الطرف الممثل للمحافظات الجنوبية. نسمع الآن في اللقاء الأخير محمد بن زايد، يعني كما يقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته. الآن نحن لا نعتبر الآن الإمارات داخل ضمن التحالف العربي، ونعتبر على المملكة العربية السعودية أنها لم توضح موقفها الواضح والصريح، كما هو عتاب أيضا على الرئيس هادي. سنأتي على السعودية. طيب، احترام لكن وتقليم. الحوار الذي دعا إليه الشيخ محمد هذه هي المهزلة، هذه المهزلة. طبيعتها أنه الآن يريدون أن يصبح المجلس الانقلابي طرف في الحوار. هو كل هذه الدماء التي أزهقت من أجل أن يصبح المجلس الانتقالي الجنوبي الانقلابي طرف في الحوار، بمعنى أن الانقلابي يتحاور مع الشرعية، لكن الشرعية طبعا رفض أن تقف على طاولة واحدة مع الانقلابيين حتى يتم تسليم كل المعسكرات التي تم استلامها بتوجيهات كما قلنا سابقة من التحالف العربي، من السعودية، ويبدو كما قالت أيضا من الرئيس هادي، وإن كان لم يتكلم صراحة لم يتكلم الرئاسة بأنه وجه، لكن كما جاءت التوجيهات بتسليم المعسكرات وتعود إلى مكانها. هناك يعني أنباء تقول، وهي قد مؤكدة أو غير مؤكدة، بأنه سربت بأنه يتم تسليم قصر المعاشيق الذي يمثل سيادة الدولة، وهو قصر الرئيس هادي الذي يمثل الشرعية ورأس الدولة، يسلم للقوات السابقة. والمنطقة الأولى اللي منطقة حضرموت تخرج إلى الجبهات القتال، تمام، ويتم تقسيم السيادة في عدن على الشرعية وعلى الانتقالي. طبعا إن تم هذا الكلام فهذا قمة الإهانة للشرعية اليمنية، لكن إلى حد الآن لا يوجد موافقة من قبل الشرعية ولا مجلس على طاولة حوار. هناك ضغط إماراتي بأن يجلس الرئيس هادي أو الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الانقلابي مثله مثل الحوثي. كان زمان يتحاور الشرعية مع الانقلابيين في صنعاء الحوثيين، الآن سيكونوا ثلاثة أطراف، طرف الشرعية للأسف، وطرف الحوثي، وطرف الانقلابي الانتقالي. وهذا عقد الأزمة، لكن ثمة تطور لافت. يعني اليوم المسؤولون اليمنيون، مسؤول الحكومة اليمنية، يقولون إنه لا يمكن إجراء أي حوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي إلا بعد انسحابه الكامل من عدن وتسليم الأسلحة. السؤال هنا، يعني هذا سؤال قد يبدو للوهلة الأولى أنه تعجيزي، يعني ما دخل المجلس الانتقالي إلى عدن لكي ينسحب ويسلم أسلحته؟ هل ترى ملمحا سعوديا وراء هذه المطالب؟ للأسف القرار اليمني لم يعد قرار 100% بيد الرئيس هادي، القرار أصبح مرتهن بيد المملكة العربية السعودية والإمارات. الإمارات الآن في هناك توجه يعني شعبي أيضا سياسي حكومي. حتى الآن الحكومة عبر وزارة الخارجية أعلنت بأنه الإمارات تدخلت بشكل واضح. كان زمان يذكر التحالف ويشكر السعودية والإمارات، الآن أصبح الإمارات عدو واضح الآن بالنسبة لليمنيين. بقي معنا الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. ما كان يأمله اليمنيون هو أن تتدخل المملكة العربية السعودية منذ اللحظات الأولى، لكنها تدخلت في بعد وهددت بأن المجلس الانتقالي الانقلابي إذا لم يسلم السلاح سوف يتم ضرب هذه المعسكرات. وتم الآن يعني جلب المجلس الانتقالي إلى السعودية من أجل الجلوس مع الشرعية. الشرعية رفضت أن تجلس. ما مصلحة السعودية أن تجمع الشرعية مع مجلس انقلابي؟ هذه شرعنا وموافقة الآن بأن ما قام به مجلس الانتقالي بأنه كان صحيحا وليس انقلابا، وهذه مهزلة، وهذا سيفتح الشهية لميليشيات أخرى وجماعات أخرى، ونصبح بعد ذلك معنا 5 إلى 10 مجالس وقسمنا اليمن، وأصبح الآن معنا 3 رؤساء، رئيس في الشمال
وهو المحسوب على الانقلابيين الحوثيين مدعوم من إيران، ورئيس في عدن هو عيدروس الزبيدي الذي يقود الانقلاب ومدعوم من الإمارات، والرئيس الشرعي المعترف به دوليا ومحليا وإقليميا وهو الأضعف، وهو الأضعف للأسف الشديد. طيب، لكنه يمثل الشرعية. لكن في الرد على دعوة محمد بن زايد، الشيخ محمد بن زايد إلى الحوار، يعني كان موقف الحكومة اليمنية صراحة يعني سقف مرتفع، قال لن نتفاوض حتى تسحبوا الأسلحة وتنسحبوا من عدن. هل هذا موقف سعودي أم موقف الحكومة الشرعية؟ قيل هذا الرأي الشرعية، يعني نحن عتابنا للشرعية لا يعني احنا يعني نقلل من شأنها. الشرعية هي لازم أن نقف معها، لأن هي بالأخير هي تمثل دولة. لكن ما قيمة ونحن نبحث عن دولة. ما قيمة هذا الشرط؟ هذا الشرط وكان دائما يطرح قبل لقاء مع ميليشيات الحوثي، لن نقابل ميليشيات الحوثي حتى يتم كذا كذا. لكن كان وراءها السعودية، وبالآخر يتم الضغط، كان وراءها السعودية في يتم الضغط من قبل السعودية. هل هذا الشرط وراءه السعودية برأيك؟ هذا الشرط وراءه الإمارات والسعودية. هي الشرعية في خلاف كبير بينها وبين الإمارات منذ زمن، منذ فترة يعني ليس هناك في استراحة لا بين الشرعية ولا بين الإمارات، لا بين الرئيس هادي شخصيا وبين الإمارات. الرئيس منع من دخول مدينة عدن، هي عاصمة مؤقتة، منعته الإمارات، منعته من نزول المطار، منعت الحكومة، حتى معين عبد الملك وزير رئيس الوزراء اليمني، وهو للأسف يكون أضعف وزير لحد الآن، تصور لم يتدخل، لم يتكلم أي كلام فيما حدث من انقلاب اليوم. هو يقول أنا لا أتدخل في الجانب السياسي ولا في جانب الحرب، أنا متفرغ للجانب الاقتصادي، لا رأينا اقتصادا ولا رأينا سياسة ولا رأينا خدمات ولا رأينا حتى موقف إيجابي في هذه المهزلة. إذن للأسف نحن نطالب الرئيس هادي أن يخرج ويبين للشعب اليمني ويعلن صراحة، يعني أن يوقف الإمارات عند حدها، وأن يطلب من السعودية موقفها الواضح من التحالف. هل ما زال التحالف كما كان مثل ما جاء في البداية، إعادة الشرعية إلى العاصمة صنعاء والوقوف مع الشعب اليمني وإعادة الرئيس هادي العاصمة صنعاء، أم تغيرت الموازين؟ قبل أن يوقف الرئيس عبد الرب منصور هادي الإمارات عند حدها على حد تعبيرك، هل لديه خيارات كثيرة في التعامل مع الموقف الناشئ في عدن؟ يعني ما الخيارات التي بيديه، بيد هذا الرجل الذي يعني حقيقة يعني في حالة لا يحسد عليها؟ الخيارات قوية وما زالت بيد الرئيس. مثل أن يعين قيادات جديدة لمدينة عدن من حيث المنطقة العسكرية، أن يعين محافظ جديد، يعني تصور عين قيادات، تصور محافظ عدن لم يظهر يعني مطلقا في هذه الأحداث، لم يظهر مطلقا. يعني نائف البكري المحسوب على المقاومة الشعبية والذي قاد المقاومة في بدايتها ضد الحوثيين، الإمارات ضغطت عليه وكان محافظا لعدن، ثم طلبت بخروجه وتم إخراجه وتم تعيين محافظ بدله، وتم تعيين بعد ذلك عيدروس الزبيدي الذي كان رئيس المجلس الانتقالي. وعندما حكم الفترة من الزمن عدن ثم أقيل بالأخير انقلب عيدروس على الرئيس هادي. هاني بن بريك كان معين من قبل الرئيس هادي، ثم لما أزاحه وطالب محاكمته انقلب عليه. يعني هؤلاء غوغائيون، هؤلاء ليس حق حكم، هؤلاء حكموا عدن سنتين. باستطاعة الرئيس هادي أن يصدر قرارات، يغير مدير الأمن في عدن، يعين محافظ محسوب على الشرعية، ليس يعني واحد الآن مخادع الآن بعد خراب مالطا، كما يستطيع أن يغير وأن, وأن, وأن يوجه الجيش الآن بإعادة المعسكرات. قلت لك يعني كادت الجيش الوطني أن ينتصر، بقي 10% من مدينة عدن وكاد أن تنتصر الشرعية. صدقني لو انتصرت الشرعية في عدن لا عاد الرئيس هادي وعادت الحكومة إلى عدن، وأصبحت عدن قوية بشرعية بجيشها بمحافظها بأبناء مدينة عدن. أبناء مدينة عدن أبناء أحرار، أبناء يعني معروفون بالسلمية ومعروفون بالرقي وبالتحضر والمدنية، ما هم حق سلاح ولا حق فوضى. هؤلاء خرجوا على أبناء مدينة عدن، هؤلاء انقلبوا على يعني على الشرعية، انقلبوا على يعني على الإجماع الوطني، انقلبوا يعني وأصبحوا يعني يقدمون ويخدمون الميليشيات الحوثي بأفعال في مدينة عدن. على الرئيس هادي أن يتخذ موقفا شجاعا ويتخذ قرارات ما يخص في مدينة عدن حتى تعود المدينة لشرعية. إذا كان هو قادر على ذلك، لكن ينضم إلينا ضيف جديد، أرحب بالأستاذ نزار هيثم الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي. أهلا وسهلا بك وهو معنا من عدن. أهلا وسهلا بك أستاذ نزار. مرحبا بك وبالكريم. أهلا بك. ثمة من يقول إن الشرعية اليمنية الآن هي في أضعف حالاتها وهي ممزقة، وأن هذا الضعف
أفاد منه المجلس الانتقالي الجنوبي لكي يحقق مكاسب ضيقة تتعلق بمصالحه بنفوذه إلى آخره، أيا تكن هذه المقاربات أو هذه الرؤى. السؤال المطروح الآن، ما هدف المجلس الانتقالي من السيطرة على عدن؟ ماذا بعد ذلك؟ أولا بالنسبة للحكومة هي فاشلة أساسا مش من الآن ولكن من قبل فترات طويلة، وما وصلنا إليه الآن بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في نظام مكان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية التي بالأساس هي من احتكرت السلطة بعد حرب 64. هذا ما أدى إلى نبيل سجاد ووطن الدراسية تتصاعد إلى أن يطالبون فقط باستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة. الآن ما هو حركة هو عداء غير مباشرة الشرعية التي تحصل على أعداء للأسف من منطقة قرعة أرجو أرجو أستاذ أستاذ نزار، يعني أرجو المعذرة، صوتك لا يصلنا بوضوح، لعل الزملاء في غرفة التحكم يساعدونا في هذا الأمر. أستاذ صالح، الآن أنت طرحت جملة خيارات على الرئيس عبد الرب منصور، هذه ثمة من اليمنيين وهذا رأي مطروح من يقول بأنك تطرح حلول متأخرة ليس وقتها الآن، الآن المطروح هو استبدال القيادة ممثلة بالرئيس الضعيفة بقيادة جديدة قوية تعمل على إنهاء وجود التحالف العربي في اليمن بعدما ثبت أنه يعمل لمصالحه الضيقة أكثر من مصالح اليمن واليمنيين، ومن ثم تشكيل حوار يمني داخلي يشمل الجميع بمن فيهم الحوثيين. أنت بهذا كأن احنا بنعطي موافقة للمجلس الانقلابي بما قام فيه في عدن ونقر له الانقلاب، وكأن احنا أيضا نقر بأمر سياسة الأمر الواقع للحوثيين. الرئيس هادي هذا مطروح، ولكن في هناك مبادرة خليجية، وكان هذا من ضمن المبادرة الخليجية أن يتم تستكمل الفترة المعينة للرئيس هادي، ولكن قامت حرب. نحن مع هذا الخيار، والرئيس هذا يعرف هذا الخيار، أنه إذا استقر اليمن وعادت اليمن وتم إعادة الشرعية وتم وجود حلول سياسية في اليمن، أكيد ستكون هناك انتخابات رئاسية ويذهب الرئيس هذه ويأتي برئيس جديد. نحن الآن نقفز، يعني نقدها العربة قبل الذائم. ليس قفزا، اليمن الآن في حالة بحاجة إلى رجل قوي. الآن اليمن في حالة حرب. في حالة حرب. الحرب تحتاج إلى رجل قوي. والحرب باستطاعة الرئيس هذه أن يكون قويا. وأمام فرصة تاريخية أن يختم عمره يعني ومواقفه الضعيفة والهزيلة منذ أن دخل الحوثي صنعاء إلى اليوم. نحن نعترف به كرئيس هادي وهو يمثل الشرعية والمعترف به دوليا، ولكن ينبغي أن يكون له قرار واضح. نحن تكلمنا في أكثر مرة وطالبه اليمنيون أن يظهر في مواقف كثيرة، ولكن هناك عليه ضغوطات. أنا لا أبرر له، أنا أكثر الناس انتقادا له، ولكن لا يعني ذلك أننا نقلل من شأنه، فهو يمثل الشرعية. ولكن أمامه الآن خيار أن يوقف الإمارات المتحدة وأن يتصارح مع السعودية ويكون ند لند، يعني تحالف ند لند، يعني ماذا تريدين وماذا نريد منكم؟ الآن 4 سنوات منذ 2015 إلى اليوم ما تحقق شيء، يعني عاصفة الحزم أين الحزم؟ عاصفة الأمل يعني أين الأمل؟ يعني الإمارات كانت حليفة وتحولت إلى عدو داخل اليمن وأخذت المحافظة الجنوبية. نحن نحمل الرئيس هادي، معذرة، نحمل الرئيس هادي ونحمل الحكومة الضعيفة. وأنا قلت في البداية الحكومة ضعيفة، لا يمكن أن تدار حكومة من فنادق في الرياض، لابد أن تعود الحكومة إلى اليمن. الحكومة عندما قررت العودة إلى اليمن، الإمارات منعتها. طب لماذا لم تتخذ الحكومة قرار شجاع بوقف الإمارات عن 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 دعم اليمن وتصارح السعودية؟ يعني في أشياء ينبغي أن نقولها سواء السعودية أو الإمارات أو الرئيس. هذه سأبني على هذه الأسئلة اللي أسأل ضيفنا من عدن، أرحب به مرة أخرى وأرجو أن يكون الصوت أحسن حالا الآن. أستاذ نزار، يعني كنت قد سألتك ما هدف المجلس الانتقالي من سيطرته على عدن، ماذا بعد ذلك، ولماذا دعمتكم الإمارات، مقابل ماذا؟ أولا الانتقال كانت أمام حكومة الشركة التي انتهت إصلاح الكلام بعد استخدام موجودات مدنيين وأيضا من مدنيين ومدنيين، هذا الذي دعا إحلاف. أرجو المعذرة أستاذ نزار، يعني الاتصال يعني فيه مشاكل، وواضح أنه من المصدر الشبكة الآن في عدن ليست على ما يرام. أعود إليك في الاستوديو أستاذ نزار، سيطرة المجلس الانتقالي على عدن، هذا الوضع الناشئ كيف سيؤثر على مشاركة
القوات الجنوبية، قوات الحزام الأمني التي يدعمها المجلس الانتقالي في الجهد الحربي في معركتكم مع الحوثيين؟ هي لا، هي لا تشارك في الحرب ضد الحوثيين. قالوا انهم ملتزمون بالمشاركة. ملتزم بالمشاركة، ولكن للاسف ما نراه في الواقع عكس ذلك. الحوثي اول من تبنى عندما مقتل ابو اليمامة في معسكر الجلاء، الحوثي تبنى مباشرة بانه هو ارسل الطائرة بدون طيار او صاروخ، ولكن المجلس الانتقالي لم يتهم الحوثي باي اتهام للاسف الشديد. وبالتالي المجلس الإمارات زرعت هؤلاء في عدن للسيطرة على مدينة عدن ضد المقاومة وضد دعاة السلام وضد دعاة الواقفين مع الشرعية. يعني قتلت العلماء وقتلت قيادة المقاومة وفتحت السجون الإمارات بدعم وموافقة من المجلس الانتقالي الانقلابي. للأسف الشديد هؤلاء يظنون بأنهم سيكون لهم شأن، يعني يظنون بأنهم سينفصلوا يعني بالمحافظة الجنوبية عن اليمن، متناسين بأن هذا لا يمكن أن يحدث، لأن هناك التفاف شعبي بالشرعية وهناك اعتراف دولي. كل الدول تتكلم عن سيادة الحفاظ على سيادة ووحدة اليمن واستقراره في كل القرارات في كل المنظمات المجتمع الدولي. الرئيس هادي هو المعترف به شرعيا، لم يعترف أحد لا بالحوثي ولا بالمجلس الانتقالي بعد هذا الانقلاب. لكن على أحد اعترف ما قيمة هذا الاعتراف على الأرض وهو مجرد من كل القوى وليس لديه مخالب والأراضي تنتزع منه انتزاعا؟ هذا عامل قوة، هذا عامل قوة للشرعية. إذا أحسنت الشرعية استخدام هذا العامل، الآن هناك 80% من مساحة اليمن بيد الشرعية، ولكن للأسف 80% هذه للأسف الشديد الشرعية لا تسيطر عليها جميعا. المراكز الرئيسية يعني مشاكل داخلية داخل الشرعية، يعني عدن فيها قلاقل ومشاكل بسبب المجلس الانتقالي. بعض المناطق يمكن الوحيدة هي في استقرار مدينة سيئون وحضرم إلى حد ما ومأرب والجوف، لكن في مناطق فيها قلقلة بالذات لحج وأبين وعدن الذي يمثلها بعض قيادات المجلس الانتقالي الانقلابي وهم والحكومة الشرعية مع الرئيس هادي بنسبة 90% كلهم يمثلون جنوبيون، إنجاز أن نسمي يعني من أبناء المحافظة الجنوبية. يعني إذن أين الخلل؟ المجلس الانتقالي حكم عدن أكثر من سنتين، ماذا قدم لعدن؟ أين الخلل؟ الخلل عند هؤلاء الذين للأسف يبيعون أنفسهم من أجل دراهم الإمارات. هذه الإشكالية، لا يعرفون أن أبو اليمامة هو أحد ضحايا الإمارات حتى هذه اللحظة. طيب سيكون بعد الطرف الثاني طيب. وهالك البوريك وعدن الزبيدي. هذا 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 حكم أخلاقي قيمي على المجلس الحكم الانتقالي الذي هو ليس موجود بيننا لكي يدافع نفسه، لكن أنت ماذا الوصفة التي تقدمها من خيارات للرئيس عبد الرب منصور هادي؟ قلت إنه يجب أن يعين محافظ جديد وأن يغير في بعض مراكز الكبرى القيادات الكبرى العسكرية، يعني ماذا يمكن أن ينفع هذه التغييرات؟ لو خرج الرئيس هادي وأعلن يعني صراحة ما الذي حدث تماما في عدن وأدان وتكلم عن ما حدث في عدن وغير القيادات التي يعني تخالف الشرعية، أي قائد يعينه الرئيس هادي للأسف الشديد انقلب على شرعية الرئيس هادي، كثير منهم انقلب على شرعية الرئيس هادي. إذن على الرئيس هادي أن يعين قيادات عسكرية وقيادات مدنية وفي عدل مدير الأمن المحافظ قيادة المناطق المسؤول الخدمات المختلفة بتعلق بالكهرباء بالصحة، أن يقدم الخدمات لمدينة عدن. نعم تفضل. أن يقدم خدمات ويعين قرارات. المشكلة أن الرئيس غايب عن المشهد، يعني أنا لا أستطيع أن أدافع عن الرئيس هادي ولا أستطيع أن أحمله يعني كثيرا. يعني نحن حملناه وانتقدناه في أكثر من مقابلة تلفزيونية وقلنا له أن عليه أن يخرج، وخاطبه اليمنيون وخاطبه كثير من الوزراء حتى وزير الداخلية. لماذا لا يخرج؟ خذلنا الرئيس وخذلتنا السعودية والتحالف قتلنا من الوريد إلى الوريد. يعني للأسف وضع اليمن وضع سيء. يعني نحن أنا أشبه اليمن، قلت نحن بين يعني بين شرين، شر ميليشيات الحوثي الإنقلابية التي تدعم إيران فيها كبرياء وغطرسة ويعني طيب على الشعب، وشر التحالف العربي وضعف الشرعية. طيب ما الذي يمنع الآن من يعني آخر العلاج الكي؟ ما الذي يمنع اليمنيين من أن يكوا أنفسهم؟ والكي هنا هو استبدال القيادة. يعني الآن أنتم بحاجة، يعني كلامك جزء كبير منه هو انتقاد للقيادة التي تصفها بأنها ضعيفة، وأرجو المعذرة سأقطع سؤالي لك لكي أذهب إلى عدن في محاولة أخيرة، أرجو أن يكون الخط هذه المرة جيدا. أستاذ نزار أرحب بك. الآن عدن كل مؤسسات الدولة تحوي عدن كل مؤسسات الدولة، ولكن من غير دولة، من الذي سيدير عدن؟ من الذي سيقدم الخدمات؟ من الذي سيسلم الرواتب لمئات الآلاف من الموظفين في الجنوب؟
سيدي العزيز، وكأن هذا السؤال بمعنى أن الشرعية هي من كانت تدير الدولة. للأسف هذه الشرعية هي مغتربة، هي شرعية فنادق ليس إلا. من كان يساعد الجنوبيين منذ 2015 وحتى الآن هم قوات التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. الأدهى من ذلك أن هذه الشرعية أو حكومة الشرعية عندما أتت إلى العاصمة عدن نهبت كافة الإيرادات وللأسف تحولها إلى الخارج لتدفع رواتب المغتربين من هؤلاء الوزراء والوكلاء والمسؤولين الذين لا يعرفون ما يدور في الأرض. هؤلاء واجبهم خدمة المواطن، ولكن للأسف يأخذون أموال المواطن ليستمتعوا به ويبنوا القصور والفلل في الخارج. فلهذا الأمر الطبيعي أن يتحرك الجنوبيين لإنقاذ أنفسهم. الجنوبيين حاليا في حالة الدفاع عن النفس. طيب وبكل تاكيد استمرون في هذا. استاذ نزار، استاذ نزار يعني الا ترى بان يعني حتى لو سلمنا جدلا بان الجنوبيين مظلومون، وان علما ان يعني 90% وربما اكثر من القياده الحاليه الان التي تحكم اليمن كله هم من الجنوبيين بمن فيهم الرئيس عبد الرب منصور هادي، لكن دعني ابني على ما تفضلت به، اليس الان الا تعتبر ان الوقت هذا ليس مناسبا وان فيه يعني بين قوسين غدر بالحكومه الشرعيه وهي تقاتل الحوثيين، المشروع الذي يقول الايرانيون انه مشروع ايراني في اليمن، وما كان لليمن لايران ان تحلم بموطئ قدم لها في اليمن لولا هذه الضعضعه. الا تعتقد انكم خذلتم الحكومه الشرعيه وخذلتم الشعب اليمني الذي يقاتل على جبهه حساسه امام الانقلابيين الحوثيين؟ بالعكس، ما يحصل هو أن هذه الحكومة هي من تطعن الشعب وتنهب إيراداته، وأيضا الآن توجه سهام الغدر للحلفاء السابقين هم الجنوبيون، وأيضا توجه الطعنات المتوالية للتحالف العربي وممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الحكومة الفاسدة التي ترتهن من أخوان المسلمين ممثلة بحزب الإصلاح لا تريد سواها من تدير المشهد فقط. طيب طيب انا ليس استعادة صنعاء. طيب جيد، من الذي سيدير الجنوب؟ طيب جميل، من الذي سيدير الجنوب الان؟ يعني انتم ليس لديكم الخبره الكافيه لاداره مساحات واسعه، منطقه كبيره معقده جغرافيا، مئات الالاف من الموظفين ينتظرون رواتبهم، خدمات كبيره في بنيه محطمه. سيدي العزيز، غير صحيح. الجنوبيين كانوا دوله الى ما قبل 22 مايو 90، وكانت دولة يشهد لها الأعداء قبل الأصدقاء، والجنوبيين حتى الآن هم الكفاءات وهم القادرين على إدارة الدولة في الجنوب. المجلس الانتقالي الجنوبي بصفته مفوضا من قبل الشعب سيكون حاملا سياسيا له لإتمام مراحل استعادة الدولة في المرحلة الانتقالية، ولكن الكفاءات يجب أن تعود إلى أرضها وتحاول أن تبدأ عملية الإعمار لمناطق الجنوب بالكامل، لأن هناك تدمير ممنهج. هل يفهم من كلامك استاذ نزار، هل يفهم من كلامك ان المجلس الانتقالي بصدد الاعلان عن استقلال الجنوب؟ حتى هذه المكرر، نحن حاليا مع اهداف التحالف العربي الواضحه لمواجهه الانقلابيين، ونحن صادقين معه كمقاتلين في الجبهات. قواتنا الجنوبيه تتمركز في الساحل الغربي على امتداد حتى حديده، وايضا في الحد الجنوبي بالقرب من معقل الحوثيين في صعده، وايضا تحارب المناطق الشماليه التي للاسف كانت هناك معسكرات تتبع الشرعيه وسلمتها للحوثيين وان خرطت في صفوف الحوثيين. وبعد 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 هزيمه الحوثيين انتم الامر لليمنيين بعد هزيمه الحوثيين، يعني من خطط المجلس الانتقالي الجنوبي اعلان استقلال الجنوب. هناك مسار سياسي يقوده المبعوث الدولي مارتن جريفيث، نحن مع مسار السياسي الذي تقوده الامم المتحده ومع السلام العام لليمن. لكن المسار استاذ نزار، ارجو المعذره، ليتسع لي صدرك، وقد يعني كنت غائبا عنا بسبب الاسباب التقنيه. يعني انت تتحدث عن المسار السياسي وعن احترام المجلس الانتقالي الجنوبي للمسار السياسي الذي تمثله الامم المتحده. طب المسار السياسي او الامم المتحده الا تقضي عليكم بان تعترفوا بشرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي، وان يكون الانتقاد من داخل المؤسسه الداخليه والتصليح والاصلاح من الداخل وليس الانقلاب كما يصف الحكومة الشرعية الآن؟ يا سيدي العزيز، منذ 2015 والجنوبيين هم من يسيطر على الأرض فعليا، لا وجود لتلك الحكومة، بل الجنوبيين كافحوا الميليشيات الإرهابية وحتى طردوها من الجنوب،
ولكن عندما استضافوا تلك الحكومة في العاصمة الجنوبية عدن لتمارس مهامها الخدمية استغلت هذا الأمر وأنشأت معسكرات معادية وانخرطت العناصر الإرهابية في تلك المعسكرات وأصبح الجنوبيين مهددين من تلك الشرعية. الحرب مزدوجة لدى الجنوبيين، الجنوبيين يقاتلون خارج الحدود ضد الحوثيين وداخل الحدود أصبحوا في مواجهة ما تسمى حكومة الإخوان. هذا الأمر غير منطقي ولا يخدم سوى الحوثي. طيب. فمن يتواطى مع الحوثي هم من ينقل الفوضى إلى عدن. طيب جميل، سأعود إليك بعد قليل أستاذ نزار، يعني إلى أي مدى أستاذ صالح معذرة، إلى أي مدى تنظر إلى ما حصل في عدن على أنه بشكل أو بآخر بداية لتفكك التحالف باعتبار أن هناك أجندات متباينة بين السعودية والإمارات؟ بداية التفكك ويقوده الآن الأخ نزار، يقول نحن مع التحالف العربي وضد الشرعية، يعني فسر لي كيف فهمت القضية. نحن مع التحالف العربي، هو أقصد هو مع الإمارات، التحالف العربي في محاربة الحوثيين. لا هو مع التحالف العربي، هو يريد أن يحكم عدن بمرتبات الشرعية، يريد أن يحكم عدن بخدمات الشرعية، يعني تريد من الشرعية أن تعطيه مرتبات وأموال. ليس هذا سؤالي. ويدي. وبالتالي التحالف العربي واضح أن الإمارات دعمت المجلس الانتقالي الانقلابي الذي تحدث عنه الأخ نزار، وثم يقول أنه ممثل الشعب الجنوبي. مع احترام الشديد هم الآن في مدينة عدن وبمساحة قصيرة جدا. اليوم كان في هناك مهرجان دعوا لهم مليونية كما قالوا، ولم يحظى المجلس الانتقالي إلى المنصة الرئيسية، خائفين من الحضور. يعني أقلام كبيرة، سياسيون أحرى من الجنوب انتقدوا المجلس الانتقالي، حضرموت، المهرة، شبوة، كل المناطق لاموا المجلس الانتقالي الانقلابي. هم يعرفون أنه ستحدث هناك مجازر إن تم لهم ما يريد كما حدث في مجلس 86. أستاذ صالح أرجو المعذرة لتعذرني، يعني ألا تعرف وأنت اليمني بأن الجنوبيين يعني تخالجهم مشاعر وأشواق الاستقلال عن الشمال بسبب سياسات علي عبد الله صالح الذي ركز السلطة والثروة على عبد الله الشمال؟ طيب لكن الرئيس لكن جنوبي ورئيس الحكومة جنوبي ووزراء جنوبيين. عند الجنوبيين هناك إرث من المشاعر الاستقلالية بسبب سياسات علي عبد الله صالح. فبالنهاية مجلس الانتقالي عمل على ما يوافق مصالح شعبه كما يقول. المجلس الانتقالي لا يمثل الشعب في المحافظة الجنوبية، نحن نقول في المحافظة الجنوبية ليس، لأن الجنوب نازلنا في يمن واحد، وعليهم أن يتعلموا ما حدث في كردستان العراق، يعني وقفت مع إسرائيل وأمريكا وبالأخير لم يحصل لها أي انفصال ولها أكثر من 50 سنة. نحن نقول أن القيادات كلها من المحافظات الجنوبية، وأن ما حدث في عدن هو انقلاب. عندما يقول الإصلاح، هل قصر المعاشيق كان فيه إصلاح؟ هل أحمد الميسري وزير إصلاحي؟ هل الجبواني وزير إصلاحي؟ هل أمير قائد المنطقة الأولى ويعني إصلاحي؟ هل المعسكرات التي تتابع الرئيس هادي بقرار الرئيس هادي اسمه إصلاحيين؟ للأسف هذه فزاعة يستخدمونها للضحك على الناس، ولكن الناس عقلوا وفهموا، وعليهم أن يعوا بأن هذا الطريق خطأ، وأن هذا وأنهم سيكون كبش فداء للإمارات التي انقلبت على شرعية الرئيس هذه. طيب تأخرنا على الأستاذ نزار. أستاذ نزار، يعني قبل مدة ذكر الأستاذ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي قائلا في حوار لصحيفة يمنية، قال إننا في المجلس الانتقالي لا يمكن أن نقدم على خطوة انفرادية من شأنها أن تحرج التحالف العربي. هل يفهم من كلامه أن ما حصل في عدن هو نتيجة توافق مشترك بين الإمارات والسعودية؟ سيدي العزيز، أكرر هذا، ما حدث في عدن هو رد فعل، هي حالة الدفاع عن النفس. نحن كنا في مظاهرة سلمية وتم الاعتداء علينا بالضرب مباشرة. أستاذ نزار، يعني طبعا هذا واضح وجنابك تفضلت وذكرت هذا قبل قليل، لكن عندما أستند إلى كلام أنقل لك بالضبط. كلام هاني بن بريك يقول لا يمكن للمجلس الانتقالي أن يخدم على خطوة أحادية يمكن أن تحرج التحالف. هل يفهم من هذا الكلام أن الإمارات دعمت قوات الحزم الأمني، دعمت قوات الحزام الأمني ب400 مدرعة كما ذكر وزير الداخلية للحكومة الشرعية بتوافق مع السعودية؟ سيدي العزيز، ما يتحدث عنه البعض للأسف بشكل معادي هو خزعبلات. القوات الأمنية والعسكرية المتواجدة في عموم محافظات الجنوب هي قوات نظامية معينة بقرارات من الرئيس هادي، وبالتالي هي قوات جنوبية شرعية، ولكن دورها تحمي الشعب. دعه يكمل. قوات من خارج عدن وتدخل هذه المعسكرات وتبدأ باستخدام الدبابات ضد المدنيين، هنا يختل المعادلة. يجب أن يتدخل المجلس الانتقالي الجنوبي لإنقاذ الشعب من هذا الإجرام الذي يقوده الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح الإجرامي.
لما تف من يقود هذا العمل حاليا هو نائب الرئيس علي محسن الأحمر، وهذا الأمر يعرفه الجميع. عجز 4 أعوام في مواجهة الحوثيين، بل يتواطأ معهم طيب. بتسليم المعسكرات أستاذ، ووجه عناصره الإرهابية إلى عدن. أستاذ نزار، أنا أريد أن أستفيد من الدقائق المتبقية معك، وهو سؤال أخير لك. أي مسار سياسي وعسكري ينتظر اليمن في ظل التطورات الأخيرة بعد سيطرة المجلس الانتقالي على عدن؟ المجلس الانتقالي الآن يخوض معركة كبيرة جدا في سبيل إيجاد الخدمات للمواطنين. هذه المعركة الحقيقية التي يجب أن يلتمسها المواطن. الحكومة الفاشلة لم تعمل شيء لهذا المواطن، وبالتالي واجبنا الأخلاقي. لماذا حكومة فاشلة وهي تخوض صراعا؟ يعني أستاذ نزار، الحكومة ليست موجودة بيننا الآن، ولكن من الإنصاف أن نقول إن الحكومة هذه منذ استلمت السلطة وهي تواجه انقلابا دمويا في صنعاء من قبل الحوثيين وقلاقل في الجنوب، فكيف تكون فاشلة وهي ليست لديها الأدوات؟ سيدي العزيز، 4 أعوام لم يتحركوا شبر واحد باتجاه صنعاء. إلى متى سنستمر هذا؟ نحن نتحمل فشلهم حتى الآن. ليس بيدهم الأمر، بيد التحالف العربي أستاذ نزار الذي تثني عليه. هو الأمر بيد التحالف العربي الذي تثني عليه جنابك. من يقود المعركة على الأرض قوات شمالية حاليا في مأرب وفي تعز، ولكنها لا تتقدم باتجاه الحوثيين. للأسف في تعز يتم إقصاء كافة القوى السياسية الأخرى في سبيل أن يسيطر الإصلاح. طيب كناطق باسم المجلس الانتقالي، طيب وضحت كناطق باسم المجلس الانتقالي، وأرجو أن تختصر جنابك، يعني كناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، هل تعتقد أن اليمن بدأ مسلسل الانشطار؟ سيدي العزيز، هذه خرافة بمعنى الانشطار. الجنوبيين كانوا دولة وسيعودون دولة بإذن الله. هذا الأمر لا مزاح فيه. الجنوبيين حددوا وقرروا مصيرهم، وعلى العالم أجمع أن يحترم هذه الإرادة الشعبية. طيب أشكرك شكرا جزيلا. أختم معك، يعني هل تعتقد بأن كثير من المراقبين ذكروا أن اليمن خطأ أولى خطواته نحو الانقسام نحو الشمال والجنوب، هل بسقوط عدن هذا الأمر صار أقرب من أي وقت مضى؟ نحن لا نقول حتى الآن أنه سقطت عدن، يعني هم الآن ما زالوا يعني يعترفون بشرعية الرئيس هادي والتحالف العربي، ومرة بالتحالف ومرة بالشرعية، يعني لا يعرفون ماذا يريدون. أنا أبشرك وأبشر المشاهد العربي بأنه عدن ستعود إلى الشرعية، وأن هناك الآن ضغط سعودي نتمنى أن يكون واضحا حتى لا تعاتب من قبل الشعب اليمني وتنحو منحى الإمارات التي خذلت الشعب. ما طبيعة هذا الضغط؟ وأصبحت محتلة. هو تضغط على المجلس الانتقالي أن يسلم كل المعسكرات للشرعية وأن يجلس على طاولة الحوار مع الشرعية. الشرعية رافضة الآن أن تجلس مع مجلس انقلابي انقلب على الشرعية، لأن هذا سيفتح الشهية لمجمعات وميليشيات. الموقف السعودي المعلن هو الدعوة إلى حوار، هذا المعلن، لكن نحن كيمنيين للأسف خذلتنا السعودية في مدينة عدن، وكنا نأمل أن تصحح السعودية الخذلانها للشعب اليمني على مدى 4 سنوات بهذا الموقف النبيل في مدينة عدن. ماذا عملت؟ أخذت كل القيادات اليمنية إلى السعودية من أجل الحوار، ثم قالت في بيانها أنها تدعو وستضرب المجلس الانقلابي إذا لم يسلم المعسكرات. هذا لا يكفي. المطلوب من الرئيس هادي أن تتخذ قرارات شجاعة وجريئة حتى يعفو عنه الشعب اليمني، ولا ستنتهي صلاحيته. وعلى السعودية أن يكون لها موقف إيجابي مع الشعب اليمني، وإلا على الرئيس هادي أن يتخذ موقف من الإمارات وموقف من السعودية، وعلى اليمنيون أن يتحملوا حل قضاياهم بأنفسهم. وأنا أعتقد أن الحل في اليمن سيكون حلا يمنيا، ولن يكون إلا بحل عسكري مع ميليشيات حوثي الانقلابية، واتخاذ القوة الصارمة من قبل الحكومة مع المجلس الانتقالي. وأنا لا أخاف مجلس، لا أطمئنك، لا أخاف من المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي هو يعيش بدراهم الإمارات العربية المتحدة. إذا الإمارات تقول قف سيقفوا، تحركوا سيتحركوا. نعم. لكن قلقي هو من ميليشيات الحوثي الإيرانية التي تقتل اليمني باسم الله وتقتل اليمني تقربا إلى الله، هذا هو الخوف منهم. أما هؤلاء هم من أجل المال فقط، وصدق الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت إذا كان هناك موقف حازم من الحكومة اليمنية ومن الرئيس هادي ومن الشقيقة السعودية حتى تكفر الرئيس والسعودية عن خطائها فيما حدث في عدن. أشكرك شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الأستاذ صالح الجبري رئيس مركز يني يمن الإعلامي، وكان معنا من عدن عبر الهاتف نزار، الأستاذ نزار هيثم الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي. شكرا لكم، في حراسة الله وتوفيقه.